حلوة الأغنية دي. شكرا ليك أمل بن سليمان على الاختيار الرائع للأغاني. إن شاء الله إن شاء الله ياسمين النجم اللي سمعوك توا. ياسمين أهلا بيك. مرحبا. إيش أحوالك يا ياسمين؟ الحمد لله. الحمد لله رجعت لنا بعد الغربة الحمد لله. الريزو خايف. ليه هكا سافا نسمع فيك بالباهي ياسمين. وصلنا لل 16 سنة احنا قبيلة. كي وصلت عمري 16 سنة وجدت فيديو لأحد المؤدين من سبيستون وفي الكواليس كيفاه كان يسجل في شخصيه كرتونيه. تتفكرها الشخصيه شنو هي؟ كرتونيه يعني رسوم متحركه، كان يمثل الصوت نتاع شخصيه الكرتون. وقتها اكتشفت ان المهنه ذيك اسمها الدوبلاج. فوالا من غادي بديت تكتشف انت المهنه شنية وكيفاش يقلدوا. اول شخصيه انت قلدتها؟ اول شخصيه كانت مارينيت. وبالصدفه يعني ما نعرفش كيفاه صوتي اول ما بديت ما كانش بعيد على صوت المؤديه الاصليه، فالعبيد اللي اول مره تسمع صوتي اول مره تسمع صوت المؤديه الاصليه في الشخصيه ما تنجمش تفرق ما بيناتنا. هذاك بديت نتعمق في الشخصيه اكثر، بديت ندبلجها هي بالاساس بريسك. وقتها كل فيديوهاتي ما تكون كان على الشخصيه ذيك، وقتها كان نوعا ما شبيه بالتقليد. أيوة. فكانت أول شخصية وحسيت بالارتباط والانتماء لها كانت مارينيت من ميراكلس. باش تقلد لنا حاجة بتبيع؟ أكيد. إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم هنا في البث المباشر عبر إذاعة راديو كاب أثير. شكرا. باهي، شنو هي الشخصية اللي تحبها برشا أنت؟ انا مثلت برشا فيديوهات وبرشا شخصيات وبرشا اعمال جابت اكثر من ملايين، وما نجمش خاطر شنو انت تكمل من شخصيه طول تمشي تخدم شخصيه اخرى، فما تبقاش في شخصيه واحده. برشا شخصيات مثلت، برشا افلام وعملت اعمال رسميه في الكرتون، مثلت شخصيه هاي من ذا دارك هاي مع شكون من الام بي سي ومن ديزني. لكن يعني الشخصيه اللي نحبها يعني وعندها معايا انتماء كبير اللي هي في الانمي. انا ما كنتش اختصاصي برشا انمي، الانمي هو الرسوم المتحركه اليابانيه. كان نعرفش الجيل الذهبي يعرف انمي انيوسا، فانيوسا في الموسم الجديد اللي هبط عام 2020 عملوا موسم جديد منه لكن بنت انيوسا، فكي مثلتها انا ووريت المؤدي الاصلي يعني من سبيس تون وريتهم الاعمال بتاعي وكل شيء وعجبتهم، وقالوا لي ما ثماش شكون يعني نجم يؤدي الشخصيه بالطريقه هذه واللي انا صوتي هو الانسب. وقتها حسيت الشخصيه تخلقت مش انا نمثلها. فحسيت اني الشخصيه هي انعكاس لصورتي، فانا اسم الشخصيه مروها. فاكثر شخصيه نحبها غير ماريناتا هي شخصيه مروها من انمي انيوس. باهي برشا. ايه انا نحب نسمع عانا تويك من بكري وانت تحكي لي ياسمين سمعني. نعرف خاطر السيناريو ندخل بعضي مش يعني كيفاش نفسرها لك، كل يوم ندبلج حاجه جديده، كل يوم نكتب حاجه جديده فننسى، فنجرب نمثل لك مثلا حاجه من جرب احنا لهنا نسمعوا فيك. اوكي. ليلى، ليس عليك إذا الجميع بسببي. لحظة واحدة خلينا نفكر في خاطر ليلى مشيت. مسيرش ما تدخلش بعضك ما تدخلش بعضك. وين مشيت ليلى؟ أنا توك حد على ليلى وليت. باهي محليها الفقرة الأخرانية ذي والله محليها. باهي نعم إنها ليلى. هذه لحظة بركي خاطر السيناريو مازلت كي دبلجته البارح. وتبقى ديما مشكلتي اني ما نجمش نحفظ بالوقت. مسالش انا معاك قاعدين نص نهار. انا اعلم الظروف المباشر هذه بالطبيعه. انا اعلم انه شخص سيء وفي الغالب هو لا يريد ان يتغير، ولكن اساس ما نحاول فعله هو اعطاء الناس فرصه ليؤمنون باستطاعتهم ان يتحسنوا. هل علي اداره ظهري؟ لا استطيع. هذا فقط يعني ننسى السيناريو. لا والله يعطيك الصحة، والله لازمك تكون حاضرة بحذانا لهنا بصراحة. إن شاء الله. في انتظار حضورك. أنا شخصيا شكرا أمولة.
هكا جاتك تصفيقة من عند السيدة المخرجة، نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك النجاح كذلك في دراستك، وإن شاء الله يا ربي نشوفوك وين أنت تحب تكون، خاطرك محليك وإنسانة هكا طموحة، إن شاء الله بالتوفيق ياسمين. ميرسي، شكرا. شكرا ليك. دخل بعضها شويه ياسمينه، ما عندها موهبه كبيره برشا برشا، ان شاء الله ان شاء الله نفيقوا بالمواهب اللي كيما هذه في تونس اموله بالحق، ونعرفوا كيفاش ناطروهم ونعرفوا كيفاش نحطوهم على الثنيه الصحيحه. فقره محلين وهي محلاها بالحق. يلا ايها اوكي، مالا شوي اخر باش تسمعوا هيفاء وهبي ونرجع مع فنانه اليوم.